الهضره راه عليا اخوتي، راه غير حديد وحقره، حديد وحقره. اي كثروا لي زابوني باش انا ثاني نطلق لكم من جديد. واش يا بيطه؟ الحديد والحقره. عجبتني البرا يا اخو. ها شوف فيها قداه. كيفاش طلعتها يا بيطه؟ حلبنا يا اخو. بروتين. وكيفاش يستعملوا هاد البروتين يا اخو؟ كاس دوزيه مع عقل عياغو، وديك فيه البنان والزبيب وطيح خويا. واحد صباح ولا عشية نشرب؟ واحد صباح واحد عشية. ايه ومن بعد؟ نعمر بالخاوج ولي بوم في الدار، وكل يوم ربع ساعة بوتين، اي ربع ساعة. ولا قداش تبان الرزيقة؟ عطيها سيمانة سيمانتين وردي الخبر. صار هاك حبيبنا. صمت! يا استاذة بيطة راه عطاني بروجرام في الواحد. اغلق فمك طراب سمين وجمع في بلاستيك والبستريكو، بركة ما تورينا في زوايز الكلبة. الحديد والحقرة. يس لوكي دير لاطاي ولا حقر تجي عليك. باو دعمك تشونك بعينيكم، تيني تحديد ما خرجش عليا والو، الحاجة اللي خدمتها ما خرجش عليا. يالله يجي بعينك، انت مين خرجت؟ وكل بونية تهدر، ما تكلم الزبرة لا والو، بونية تهدر. هذا بيطة حبة مفقودة يا اخي. بغيت نزيدك حاجة. تغلق ذاك الفم المهدم ولا نجيك؟ أنا عندي تحبس، ونعرف روحي شنقطع. الله يجي بعينك، اصبر اصبر. وين راهي؟ هي. وهذه شعية. هذه ماشي غير حقرة، هذه غادي الاستعمار. الله يخرج هذه السنة الدراسية على خير.